السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار تحليل السياسي اللي كنديرو دائما، هاد المرة غادي نلقيو الضوء على المغرب ومثلة الشر. من طبيعة الحال بلا شك أن المتتبع للسياسة الخارجية للمغرب مؤخرا لاحظ واحد التحول جذري على كافة المستويات، خصوصا الندية الكبيرة اللي واجه بها الدول اللي جرأت وحاولت تعكسه في الوحدة الترابية وفي مشكل الصحراء. طبيعة الحال دارها بحال الغربال باش يعزل المغرب الأعداء ديالو من الأصدقاء ويصفي ديك الشبكة، شكون اللي غادي معاه وشكون اللي ضده. وطبيعة الحال هاد الشي كيجي في إطار المغرب الاقتصادي أو الصعود ديال المغرب الاقتصادي ومزاحمة ديالته للقوى التقليدية الاستعمارية، خصوصا فرنسا إسبانيا وألمانيا، ولا سيما داخل أسواق إفريقيا الكبيرة وحتى أوروبا، مما جعل هاد الدول هذه كتنظر للمغرب بواحد النوع ديال عدم الرضا، ما عجبهاش الحال وشجعها أكثر باش تحاول فرمل هاد الانطلاقة كقوة إقليمية اللي بفضلها أصبح القرار السيادي في يد المغرب وكيمتلكو، ماشي كيفتيو عليه من صندوق النقد الدولي أو من دول اللي كيفتيو عليها وغدا كيصبحوا مطبقين القرارات الاقتصادية. وتوغل هذا المغرب الاقتصادي بطبيعة الحال في إفريقيا ولا تعدو يعني أدرع سياسية في جميع ديال المجالات تقريبا في إفريقيا، وعلاقات قوية داخل هذه البلدان، وكيعرف منين يدخل ومنين يخرج من طبيعة الحال، لأن الاقتصاد في نهاية المطاف هو كل شيء. سياسيا المغرب فاجأ هذه المجموعة ديال الدول بالاعتراف الأمريكي بالسيادة ديالته على الأقاليم الجنوبية. هذا الخبر اللي نزل عليهم كالصاعقة على أعداء المغرب وخرجهم من الجحور ديالهم وخرجهم من وراء الستار الحديدي باش يظهروا العداء ديالهم بشكل كبير للوحدة الترابية المغربية. من طبيعة الحال أول إشارات أو أول تحركات اللي قامت بها ألمانيا اللي دعات لواحد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، وكذلك الاتصالات المكثفة اللي جراتها الحكومة الإسبانية مع الإدارة الأمريكية الجديدة لمحاولة باش ترجعها أو تنهيها على عدم الاعتراف بمغربية الصحراء. توالت هذه التحركات العدائية سواء في السر أو في العنان من طرف ألمانيا وإسبانيا، مما جعل المغرب يتعاطى مع الدول بواحد الندية كبيرة ويلعب أوراق قوية، بل أنه مرمغ الأنف ديالهم وجعلهم كيركنوا للتهدئة ومحاولة إعادة العلاقات معه أو إصلاحها أو نوع من المحاباة. بطبيعة الحال قوة موقف المغرب والإجراءات القبلية اللي تبناها في التحالفات السياسية والخطط الاقتصادية الجديدة والمشاريع العملاقة، ويعني وتنوع الشركاء الاقتصاديين مع الصين مع روسيا مع دول في أمريكا الجنوبية مع البرازيل، أعطته واحد المتنفس وكبير وواحد المساحة كبيرة للمناورة، وجعلت النفس ديالو طويل حتى ما بعد محاولات ضغط ديال البرلمان الأوروبي عليه. المغرب ضغط اقتصاديا على إسبانيا وجفف، كنركز على هذه الكلمة، وجفف المنابع ديال الكونتربوند وديال التهريب وديال المخدرات، أنه تم التقنين ديالو، والمصادر كتقول أنه يرفض لحد الساعة التعاون الأمني والاستخباراتي مع إسبانيا مواجهة إرهاب والقضايا ذات الصلة، وكذلك مشكل الهجرة الغير الشرعية. كذلك أخبار تقول أنه لن يوقع على العقود الجديدة خصوصا ديال الصيد البحري أو ديمد إسبانيا بالغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية، إضافة إلى إلغاء عملية مرحبة عبر الموانئ الإسبانية. زيد على ذلك أن السفيرة المغربية إسبانيا بقى في المغرب يريد الرباط
واحد الموقف واضح من إسبانيا بخصوص الصحراء المغربية قبل أي تقارب محتمل، وخا هذيك الوزيرة ديال الخارجية قدمت استقالتها. بالنسبة لألمانيا اللي كانوا المغاربة كيعتبروها واحد شريك اقتصادي وصديق كبير، لم تستطع إخفاء عدائها للمغرب ولمصالحه ودوره الإقليمي الجديد، مما جعل المغرب يجمد جميع أنواع الاتصال مع السفارة الألمانية بالرباط، وكذلك تم استدعاء السفيرة المغربية إلى الرباط للتشاور، ورغم بعض المحاولات المحتشمة من طرف ألمانيا من خلال تصريحات التهدئة ودعوة المغرب إلى مؤتمر برلين جوج حول ليبيا، إلا أن المغرب ما اعتبرش هذاك الشيء، هذه التحركات عندها أهمية، ويريد من ألمانيا على الأقل النأي بنفسها بعيدا عن اللعب فما يسمى بالوحدة الترابية، وإلا بغيت تلعب تلعب قدام دارها. في خضم هذا الصراع الكبير مع هاد المتنافسين أو مع هذه الدول، المغرب غادي يرسل واحد الرسالة قوية واضحة للضلع الثالث في مثلة الشر اللي هو الجزائر، من خلال مذكرة ممثل المغرب بالأمم المتحدة السيد عمر هلال، واللي تطرقت لأول مرة لحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الشعب القبائل تقرير المصير دياله كدولة أمازيغية بشمال الجزائر. هذا الهجوم الدبلوماسي وهذه الثقة بالنفس اللي أصبحت كطبع العمل الدبلوماسي المغربي يبدو أنها لا زالت تختزن الكثير من المفاجآت، ويبدو أن عالما جديدا يتكون يستطيع المغرب أن يستغني فيه عن الدول الشريرة وعن هؤلاء الأصدقاء المنافقين بكل جرأة وبوجه مكشوف شريطة تقوية الجبهة الداخلية والانخراط شراكة حقيقية مع دول كتبغي الخير للمغرب وتمد يد التعاون الاقتصادي والدبلوماسي معه بعيدا عن أشقاء المنافقين والجيران اللي كيقلبوا على أي فرصة باش يقزموا من قوة المغرب ومن التاريخ ديالته ومن يعني النفوذ الذي أصبح عليه. إلى حلقة قادمة بحول الله، كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا دعمنا في هذه القناة ودعم هذا المحتوى، كل التقدير وكل المحبة. كان معكم عبد الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.